وبعد كده اتكلمنا على جزء الكريتيكال كير. بقينا في الكريتيكال كير اخر مذكره بس. دي اخر مذكره في الكريتيكال كير، وبعد كده نبدا في جزء كبير ومهم اللي هو الكير. ده اكبر جزء في الماده. المهم اللي بقينا في الكريتيكال كير بنتكلم عليه ايه؟ ان انا برضو من ضمن الحاجات او الحالات الحرجه اللي ممكن تقابلني مع اي مريض هي الفينس ثرومبو امبوليزم. ودايما في الماده دي اي اختصارات بتبقى عليه، يعني سواء كتبت الاختصار بيتحسب صح، انا باجي اسالك بسالك بالاختصار انت مطالب بيه. المهم الفينس ثرومبو امبوليزم انت بتتكلم على مريض في حاله حرجه او في حاله كريتيكال ايلنس معرض لحدوث جلطات او بيبقى في ريسك لحدوث جلطات. ودايما الجلطات دي بتظهر على هيئه حاجه اسمها بالمينري امبولاي او ديب فينس ثرومبوزس. دي فينس ثرومبوزس هي الجلطات اللي بتتكون في الرجل، والبالمينري امبولاي هي الجلطه اللي بتتكون في الرئه وممكن تتحرك وتوصل للرئه. طبعا زي ما احنا عارفين ان الجلطه لما بتبقى ثابته المكان اللي بتتكون فيه بتفضل فيه، فدي كنا بنسميها ثرومبس. انما الامبولاي هي الجلطه المتحركه اللي ممكن تتواجد وتنشا في مكان وتبدا تتحرك في جسمك وتروح تسد مكان تاني. طيب عشان كده بيكلمني ان انا في ريسك فاكتورز مهمه جدا ممكن تخلي اي مريض معرض ان يحصل له جلطات. زي ما كان في ريسك فاكتورز ممكن تخلي اي مريض حالته الصحيه متدهوره ان يجيله قرحه. فكارنالو ستريس ألسر بروفيلاكسيس. من اهم الريسك فاكتورز دي ايه؟ طبعا الريسك فاكتور الرئيسي هي حاله الكريتيكال ايه؟ إلنس. حاله الاعياء او المرض او التعب الشديد. طبعا هو طبيعي انا كل ما بتعب حالتي الصحيه بتتدهور، الحركه بتاعتي بتقل وبفضل راقد في السرير لفترات زمنيه طويله. اي بني ادم حتى لو انت لسه شباب كده، لا قدر الله عملت عمليه ومريح في السرير اسبوع او 10 ايام، هتلاقي الدكتور مديك كليكزان على طول او مديك هيبارين على طول. ليه؟ ان دايما الالنس، الرقده، العيا، التعب، قله الحركه، ما ده كله بيبطئ المسار والحركه بتاعت الدم. ده كله بيسهل حدوث الجلطه وبيحطك في ريسك. فانا برضو مع الناس اللي في حاله كريتيكال ايلنس مش هستنى لما يجي لهم جلطه واشوف الحقها ولا لا. انا لازم طالما انت في ريسك ان ممكن يحصل لك جلطه يبقى لازم تاخد ادويه وقايه. عشان كده العامل الرئيسي اللي بيحط اي بني ادم مهما كان سنه في حاله ريسك لحدوث الجلطه هي حاله الايه؟ الكريتيكال ايلنس. الرقبه او النوم لفتره طويله. انت نفسك لو مش عيان وانت نايم نومك الطبيعي بتبقى في ريسك لحدوث جلطه وحدوث هارت اتاك، بالذات في الفتره بتاعت الفجر او 5 6 الصبح. لان طبيعي مع النوم لفتره طويله حركه الدم بتبقى ايه؟ بطيئه. واحنا عارفين ان انا كده كده طول اليوم النيورو ترانسميترز في جسمي بتعلى وايه؟ بتقل، يعني الباراسمباثيك بيعلى بالليل، السمباثيك بيعلى الصبح وهكذا. فانت فترة الفجر دي او الصبح ده اكتر وقت في اليوم الاوعية الدموية بتعمل فازو كونستريكشن. ففازو كونستريكشن مع بطء في الحركة بتاعت الدم بيخليك في الوقت ده معرض لحدوث جلطة. عشان كده ناس كتير بتنام ما بتصحاش، هي بتموت في الوقت ده اللي هو الريسك فيه بيبقى عالي. نفس الكلام لو انت بقى مش مجرد نايم 6 8 ساعات، لا ده انت نايم في السرير ايام وعيان لفترة طويلة وما بتتحركش، فيبقى عندك ريسك عالي جدا لحدوث الجلطات. الريسك فاكتورز الثانيه كلها بتلف على نفس المعنى، يعني انا مثلا عامل عمليه كبيره وراقد في السرير وما بتحركش. مثلا انا عندي انجري في الاكستريميتيز. مثلا مجبس رجلي او مركب شرايح ومسامير ونايم في السرير لفتره طويله ما بتحركش. فده يزود الريسك لحدوث الجلطات. اي مشاكل في القلب هارت فيلير، اي مشاكل في الجهاز التنفسي ريسبيراتوري فيلير. ما هو كده كده المشكله في الجهاز التنفسي هتاثر على القلب،
المشكله في القلب هتاثر على الجهاز التنفسي، ما هم ماشيين مع بعض. ولما يبقى في مشكله في الاثنين دول، ما اكيد الدوره الدمويه بتاعتك مش هتبقى بنفس السرعه، هيبقى فيها بطء شويه. كل ما بيحصل بطء كل ما الريسك بتاع الجلطه بيزيد. عشان كده دايما مرضى القلب حتى لو ما جالوش جلطه قبل كده في بياخد اسبرين، بياخد انتي كواجولانت، بياخد بلافيكس، بياخد ادويه تعمل كمان. ممكن البريجنانسي يبقى ريسك فاكتور طبيعي طالما الحركه ايه؟ قلت في حاله البريجنانسي. طبعا بالذات في المصريين بقى اللي هي اصلا لسه في بدايه الحمل، وهتلاقيها ايه؟ نايمه ال 24 ساعه في 24 ساعه ما بتتحركش اصلا. فالبريجنانسي بيعتبر ريسك فاكتور برضه. الادويه كنا خدناها الناس اللي بتاخد ثيرابيوتكس اسمها اريستروفيزيس ستيمولاتنج ايجنت، عباره عن بروتينات بنديها للمرضى اللي عندهم انيميا بتساعد على تصنيع الار بي سيز او كرات الدم الحمراء. طالما بروتينات انت بتاخدها من بره بتساعد على تصنيع كرات الدم الحمراء، يبقى اكيد كل ما باخدها البلاد فوليوم بيزيد، اللزوجه بتاعت الدم بتزيد، فببقى في ريسك ان ممكن يحصل لي جلطه. دي برده من ضمن الاسباب. اي بني ادم كل ما بيكبر في السن كل ما الريسك بتاع حدوث الجلطات بيزيد، بالذات اول ما تعدي ال 40 الريسك بتاع حدوث الجلطات بيبدا يعلى. قال لي البريفيوس فينس ثرومبو امبوليزم، اي مريض في الدنيا جاله جلطه قبل كده واتعالج منها بيفضل ماشي على ادويه سيوله طول عمره، لان هو بيبقى في ريسك عالي لتكرار الجلطه مره ثانيه. بس هيقع الشاشة. ساعات بيبقى زحمة. البيرفيوس فينس ثرومبو امبوليزم، أي مريض بيتعرض لحالة مرضية بتعمل فينس كومبريشن، إن في ضغط على الفين بشكل مباشر، ده هيأثر على مسار الدم والحركة بتاعته. اي مريض بيبقى مركب قسطره لفتره طويله، القسطره بتتركب على الفين ودايما حركه الدم في الفين مش سريعه مش زي الشريان، فبيبقى دايما ممكن في مكان القسطره بسبب الحركه البطيئه للدم يتكون جلطه. دي لسه هناخدها في الكدني بتحصل ازاي ومع انهي قسطره. دي كلها ريسك فاكتورز ممكن تؤدي الى حدوث جلطات، وبتخليني مضطر ان انا المريض اللي في الحالات دي لازم اعمل له بروفيلاكسس. طيب البروفيلاكسس بتاعي لمنع حدوث الجلطات بيبقى عباره عن ايه؟ دايما احنا عندنا اولويات، يعني في كونديشنز كتيره بتقابلني كذا اجابه ليها تنفع، بس في دايما اجابه هي الاختيار الاول. الاختيار الاول والامثل لاي بني ادم في الدنيا عشان ما يحصلوش جلطه هو الايرلي موبيليتي. ولا تقول لي بقى اجهزه ولا شرابات ولا ادويه، افضل حاجه لمنع حدوث الجلطه ان انت تتحرك. طالما بتتحرك الريسك بتاع حدوث الجلطه بيقل تماما، ودي افضل حاجه واقوى حاجه وامن حاجه، امن من الادويه نفسها. والله لو مفيش قدرة على الحركة خلاص ما هو عيان ونام في السرير وعمل عملية كبيرة، يبقى هضطر ألجأ إن أنا أعمل له بروفيلاكسيس، يا إما نون فارماكولوجيك يا إما فارماكولوجيك. بالنسبة للنون فارماكولوجيك بروفيلاكسيس ممكن أستخدم حاجة اسمها إكسترا نيوماتيك كومبريشن، اقول لك يعني ايه. ممكن استخدم حاجه اسمها كومبريشن ستوكينجز اللي هي الشرابات. الاكسترا نيوماتيك كومبريشن ده بيبقى عباره عن جهاز بيتلبس كده زي البدله، بلبسه على رجلي كلها زي البدله، والجهاز ده بيبدا يتنفخ زي العوامه كده او زي المرتبه بتاعت البحر، وكل ما بيتنفخ بيعمل على الفينس نوع من انواع الكومبريشن، وده بيؤدي الى تسريع المسار والحركه بتاعت الدم. نفس الفكره برضو بتاعت الكومبريشن ستوكينج، شرابات بتتلبس في الرجل
بلبسها كوقاية بمعنى حدوث الجلطة في الديب فين جاي، بلبسها لمنع حدوث الجلطة في الديب فين. برضو الشرابات دي بتعمل نوع من أنواع الضغط على الفينز، وده بيسرع حركة الدم. الضغط هنا بيبقى بشكل مرضي لدرجة ان هو بيسد جزء من الفين، والضغط هنا ما بيبقاش على الوعاء كله بنفس الدرجة من اوله لاخره، ده بيبقى على حتة، زي ما انت تيجي لما تيجي على انبوبة بلاستيك كده وتتنيها من حتة، الحركة بتاعت المية جواها ايه؟ بتبطل. انما لما تيجي على الانبوبة كلها وتضغط عليها كلها بنفس القوة من الاول للاخر، اندفاع المية اللي جواها بيبقى سريع. انما تيجي على خرطوم مية وتيجي في حتة معينة في النص كده تضغط، وحركة المية تبقى بطيئة والخرطوم مش هيطلع مية في النهاية. انما هنا انا بلبس جهاز بيتنفخ من تحت لفوق، او بلبس شرابات في رجلي كلها من تحت لفوق، بنعمل كومبريشن على الفين بشكل فيه سيمتري من اوله لاخره، وده بيسرع حركة الدم داخل الفين كله. يعني الموضوع ده مرضي والموضوع ده طبي. ودايما الحاجات النون فارماكولوجيك دي بلجأ لها، بالذات لو انا خايف ادي للمريض ادويه سيوم. ما هو ممكن المريض اساسا اللي انت خايف يحصل له جلطه ده يبقى مريض ليفر، فادويه السيوله تعمل له مشكله. او يبقى عنده مشاكل في الصفائح اساسا، فادويه السيوله تعمل له مشكله. او ممكن لسه عامل عمليه، مش هينفع اديله ادويه سيوله كوقايه، يعني عامل عمليه من فتره قريبه. ممكن يبقى لسه عنده جرح كبير في جسمه ملمش، فخاف ادي ادويه السيوله. على فكره لما بيكون عندي حته في جسمي ضعيفه او جرح ملمش وانت تيجي تدي دواء بيعمل سيوله، انت بتسرع حركه الدم. السرعه بتاعت حركه الدم ممكن الاوعيه الدمويه اللي في منطقه الجرح ما تستحملش، فضعيفه بتبقى ضعيفه، ما هو لسه ملمش بيحصل لها ايه؟ ربش. فدايما لو انا خايف، افرض المريض اللي راقد ده كان لسه جاي له من فتره نزيف في المخ، افرض كان عنده قرحه ورجع دم، افرض كان عنده بواسير، ما دي كلها اوعيه دمويه في جسمه ضعيفه طالما نزفت. فبخاف لما اجي اديله ادويه واعمل سيوله وازود حركه الدم الموضوع يقلب معايا بمشاكل، فبلجا له لطرق ايه؟ نون فارماكولوجيك. طيب ايه الطرق الفارماكولوجيك اللي انا ممكن الجا ليها كوقايه لمنع حدوث الجلطه؟ انا ما بتكلمش على علاج، انا بتكلم على مريض في ريسك وانا عايز اديله وقايه. الف سلامه يا محمد. الف سلامه. حاجه وقعت على راسك ولا خناقه ولا ايه؟ مروحه. خناقه. مروحه؟ خناقه اقول عادي. خناقه. خناقه؟ عادي يا عم كلنا لها، ما ياما ضربنا وضربنا. لا ده اتضرب بس ما ضربش. ما ضربش؟ لا خالص. مش مشكلة يا باشا، ممكن يبقوا اتكتروا عليه. لا هو كان واحد. خف ومن حقك. كان واحد؟ واحد. هو ما ضربش؟ لا ما صدقش. طيب بالنسبة للفارماكولوجي بروفيلاكسيس، طبعا اشهر نوع من المركبات اللي بديها كوقايه للمرضى اللي هم في ريسك ان احنا ممكن ندي مجموعه من الادويه اسمها الهيبارين. طبعا لو تفتكر مركبات الهيبارين كان عندنا الاول مركبات القديمه اللي احنا جايبينها من الانيمال كان اسمها انفراكشنيتد هيبارين. الهيبارين اللي احنا جايبينه من الانيمال اول ما طلعناه كان اسمه انفراكشنيتد. ليه سميته انفراكشنيتد؟ عشان كان ليه لارج مولوكولار ويت، لسه ما قطعناهوش يعني. الانفراكشنيتد هيبارين ممكن يستخدم كوقايه لمنع حدوث الجلطه، بس هو ليه ميزه وليه عيب. الميزه ان هو رخيص، والعيب بروتين جاي من انيمال وحجمه كبير، ان هو في حالات كتيرة جدا كان بيسبب تفاعلات حساسية اسمها هيبارين induced thrombocytopenia. هيبارين induced thrombocytopenia ده تفاعل حساسية
خلل في جهاز المناعه بدا يهاجم مركبات الهيبارين في الدم، وده نتج عنه ضرر للصفائح الدمويه، فسميناها هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبين. رحت جاي عشان العيب ده مقطع الهيبارين لحتت صغيره وسميناهم لو مولوكولار ويت هيبارين. لو مولوكولار ويت هيبارين اللي مشهور عندي قوي في ادويه الثلاجه اللي هو الكليكزان، حقن الكليكزان. على سبيل المثال اللو مولوكولار ويت هيبارين كان عندنا دالتيبارين وكان عندنا انوكزابارين. دالتيبارين انوكزابارين، الميزه اللي فيهم ايه؟ الحساسيه قليله، الهيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا قليله، ان هما كمان ودي نقطه مهمه بيحب يجيبها في الكيس، ان هما من اكتر الادويه اللي بتعتبر امنه لمرضى الكلى. وطبعا انا في اي كيس في الفارما ما باجيش اقول لك مريض كلى، انا باجي اقول لك مريض السيرم كرياتينين بتاعه كذا او الكرياتينين كليرنس بتاعه كذا. فعشان كده بيقول لي الادويه دي بتعتبر سيف لمرضى الكرياتينين كليرنس بتاعهم اقل من 30 مللي بير مينت، اللي هم مرضى الفشل الكلوي. طلعوا واحد ثالث، والحاجه الادويه دي خدناهم في الفارما قبل كده، الفوندابارينوكس. ليه ميزه ان هو لو ريسك من الهيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا، كويس، بس ما ينفعش لمرضى الكلى. يعني بيخرج عن طريق الكدني وبالتالي هيبقى غير مناسب لمرضى الكلى تماما، فوندا باريوس. طلعوا نوع رابع من ادويه جديده زي الابيكزابان والريفاروزابان. برضو انتي كواجولانت فيهم ريسك عالي لحدوث البليدنج. الهيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا بتاعتهم قليله، كده كده ما بعتمدش عليهم او ما بستخدمهمش كتير. دايما اشهر نوع من الهيبارين بديه ل 99% من الحالات كوقايه هم مين؟ اللي هم مولوكولار ويت هيبارين، دالتيبارين، انوكزابارين. عشان كده بيكلمني في المرضى على حالتين، مريض الكلى والمريض اللي بيعاني من اوبيستي. طبعا مريض الكلى عشان بيجيبها لي في الكيس، مريض في الانتنسيف كير يونت وبيعاني من حاله كريتيكال ايلنس وما بيتحركش، الكرياتينين كليرانس بتاعه كذا، ايه انسب انتي كواجولانت اديه كوقايه؟ وبيحط لي الاختيارات دي كلها، يعني يحط لي فوندا فارينوكس، يحط لي دالتي بارين، يحط لي ابيكزابان. طبعا امن اثنين هينفعوا المرضى الكلى ومفيش منهم مشكله، الاختيار الاول بالنسبه لي هو اللو مولوكولار ويت هيبارين، والاختيار الثاني اللي ينفع برضه هو الانفراكشنيتد هيبارين. بس لو خيرتك ما بينهم هتفضل مين؟ اللو مولوكولار ويت هيبارين تفاديا للتفاعلات الحساسيه اللي هي الهيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا. دايما ده الاختيار الاول بتاعي. ودايما لما بجيب لك كيس لمريض في ريسك ان بيحصل له جلطه لازم اروح اشير لك ان هو مريض رينال فيلير. مش هقول لك رينال فيلير. سيرم كرياتينين او كرياتينين كليرنس او جروميريولار فلتريشن ريت، ده كله هندرسه في الكدني بالارقام. فيروح حاطط لك لو مولوكولار ويت هيبارين وواحد من ده والفوندا بايلوكس، والاختيار الرابع يقول لك الحاله مش محتاجه ان هي تاخد بروفيلاكسس. طبعا هو بيبقى فيه ريسك فاكتورز في الحاله بتخليها محتاجه ان هي تاخد بروفيلاكسس، زيها زي القرحه لو تفتكر. فبتبدا انت تختار ان هو لازم ياخد هيبارين كبروفيلاكسس، وطالما الكلى بايظه يبقى انسب واحد اللي هو مولوكولار ويت هيبارين او الانفراكشنيتد هيبارين. ممكن لما احب ارخم عليك اروح حاطط لك في الكيس ان هو عنده هيستوري من الهيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا. فانا كده بقول لك ايه؟ ما تختارش الانفراكشنيتد هيبارين.
بالنسبة للأوبستي مفيش مشكلة، هما الاتنين دول برضه الانفلكشنيتد هيبارين واللو مولوكيولار ويت، بس طبيعي ان انا بعمل ايه في الجرعات؟ بزود، دي حاجة طبيعية، كل ما الوزن بتاع الشخص بيزيد كل ما الجرعات اللي انا محتاجها من الأدوية بتزيد. خمسة، المريض اللي في حاله كريتيكال إلنس او في المستشفى او اللي عامل عمليه او اللي نايم لفتره طويله، اتفقنا ان هو هياخد ادويه انتي ايه؟ ثرومبوتيك، هياخد ادويه انتي كوابولانت، خلاص دي حاجه ثابته. قال لي بس في مشكله ممكن تقابلني، اغلب المرضى دول وهم بياخدوا انتي كوابولانت ساعات ان انا بضطر ان انا اعمل حاجه اسمها سباينال اكسس، يعني ساعات بيجي لي وقت وبضطر ان انا ادخل ابره في السي اس اف. طبعا لاي غرض من الاغراض اللي بتقابلني كتير، انا ممكن اكون ابره بدخلها دواء، عنده مننجايتس فبدخل له مضاد حيوي في السي اس اف، ده مثال. ممكن الابره اللي بدخلها بكون عايز اسحب عينه من السي اس اف احللها. ممكن الابره اللي بدخلها بديله بند نصفي، ده كله ابر. ممكن الابره اللي بدخلها بديله مورفين بيتاخد انتراسيكال، فنتانيل بيتاخد انتراسيكال، في مليون سبب، سواء سبب تشخيصي او سبب علاجي ان المريض هديله حاجه انتراسيكال. فبيسالني سؤال، هل ينفع ان انا ادخل الابره في وجود الانتي ثرومبوتيك ثيرابي ولا يبقى فيه مشكله؟ اكيد هيبقى فيه مشكله، لان طالما انا واخد انتي ثرومبوتيك ثيرابي فانا عندي سيوله، فممكن مع دخول الابره يحصل نزيف معرفش اسيطر عليه ويحصل تجمع دموي في السباينال كورد بيسموه هيماتوما، والهيماتوما ده ممكن ياثر على الاعصاب ويعمل لي باراليسيس او يعمل لي شلل. فعشان كده طلعت منظمة أمريكية تديني توصيات. توصيات بخصوص النيدل بليسمنت، الإبرة اللي أنت عايز تدخلها أو الحقنة، وتوصيات بخصوص القسطرة. يعني ساعات في بعض المرضى ببقى مركب لهم على السباينال كورد قسطرة. ببقى عامل عملية ومركب قسطرة متوصلة بالسي اس اف. القسطرة دي ببدأ من خلالها أدخل كورتيزون، ليدوكاين، أوبويدز بمعدل ثابت، يعني هي شغالة عمالة على طول إيه؟ تدي الدواء، اسمها قسطرة. ده في حالات مرضية معينة، بالذات في مرضى الكانسر في الحالات المتأخرة بقى جربوا كل الروتس وكل الأدوية والألم بيجي أقوى، فبحتاج إن أنا أوصل لأقصى حاجة بقى، إن أنا أفضل مركب قسطرة متثبتة في ظهره ومن خلال القسطره دي بدخل باستمرار ليدوكاين عشان اخدر العصب خالص وما يحسش بألم، كورتيزون، انالجيسكس، الكلام ده. المهم بالنسبه للليدل، قال لي والله الابره اللي انت هتدخلها، الحقنه اللي انت هتديها، البند النصفي، العينه اللي هتسحبها، مفيش كونترا انديكيشن لو انت بتستخدم لو دوز من الانفراكشنيتد هيبارين، مفيش مشكله. لو دوز من الانفراكشنيتد هيبارين اقل من 10,000 وحده. لو المريض بتاعي ماشي على انفراكشنيتد هيبارين لو دوز وعايز اديله بنج نصفي، عايز اديله مورفين، عايز اسحب عينه، مفيش مشكله. مفيش خطوره. ما توقفش الدواء ولا تقلق نفسك. هي المشكلة هتبقى مع مين؟ مع اللو مولوكولار ويت
هيبارين. لو مولوكولار ويت هيبارين. انا دلوقتي مريض ماشي على لو مولوكولار ويت هيبارين لان انا في ريسك ان هيجي لي جلطه. جم محتاجين يدخلوا ابره في السي اس اف عشان يسحبوا عينه او يدوني دواء او يدوني رنج نصفي او اي سبب. ما ينفعش التو بروسيديورز يبقوا مع بعض. ما ينفعش اكون بتعالج باللو مولوكولار ويت هيبارين وتدخل ايه؟ وتدخل ابره. امال هعمل ايه؟ قال لي والله النيدل بليسمنت يعني الحقنه بتاعتك اللي انت هتستخدمها لازم تبقى 10 ل 12 ساعة بعد آخر جرعة من الهيبارين. يعني أنت هتخلص جرعة الهيبارين والحقنة اللي هديها لك أو العينة اللي هسحبها منك تبقى بعد كام ساعة؟ 10 ل 12 ساعة. تفاديا لحدوث السيولة والنزيف فبعمل فرق شوية في التوقيت. طيب مريض مركب قسطرة نفس الكلام. عندي مريض في حالة حرجة وفي العناية مركب له قسطرة بتوصل له ليدوكاين وكورتيزون وفنتنايل عشان أخضر العصب خالص وما يحسش بالألم وده في المراحل المتأخرة. جيت أديله لو مولوكولار ويت هيبارين والله في وجود القسطرة بيقول لي مفيش كونترا انديكيشن ولا في عندي مشكلة لو انت بتستخدم لو مولوكولار ويت هيبارين بس جرعة ايه؟ واحدة في اليوم. مش هيبقى التفاعل خطير قوي. لو بستخدم لو مولوكولار ويت هيبارين جرعة واحدة في اليوم سواء بقى مركب قسطرة او لسه هركب قسطرة عادي الاتنين مع بعض يمشوا. مش فارقة لو ده الأول أو ده الأول الاتنين في وجود بعض عادي. مش هعمل فرق وقت ولا هوقف حاجة ولا هشيل حاجة. إنما لو أنت هتستخدم جرعتين يوميا من اللو مولوكولار ويت هيبارين يبقى أنا دلوقتي مريض مركب قسطرة وجينا لقينا ان على حسب وزنه حسب حالته حسب الريسك هو عايز ايه؟ جرعتين. خلاص يبقى انا هضطر اشيل القسطره. وبعد ما اشيل القسطره هدي اللو مولوكولار ويت هيبارين بعديها بساعتين. يعني شيل القسطره وبعديها بساعتين ادي اللو مولوكولار ويت هيبارين. ده لو بياخد ايه؟ جرعتين. لو جرعة واحدة مش هشيل القسطرة ياخد الهيبارين عادي طالما جرعة واحدة. طيب مشيت على الهيبارين الفترة اللي أنا فيها فريسك وجيت بعد كده عايز أركب القسطرة. لو عايز تركب القسطرة في وجود اللو مولوكولار ويت هيبارين جرعتين ما هي زيها زي الإبرة. هتحط القسطرة بعد آخر جرعة من اللو مولوكولار ويت هيبارين ب 10 ل 12 ايه؟ ساعة. أي حاجة هتعملها، أي إبرة هتدخلها، أي خرم هتفتحه تجنبا لحدوث درجة نزيف معرفش أوقفها أو تأثر على السباينال كورد لازم بعد آخر جرعة من الهيبارين استنى 10 ل 12 ساعة سواء حقنة أو بنك أو سواء كاسيتر أسطرة. مفيش كونترا انديكيشن مع الإبرة للانفراكشنيتد هيبارين. مفيش كونترا انديكيشن مع القسطره للوان دوز ديلي من اللو مولوكولار ويت هيبارين. غير كده لازم افصل في الوقت او اخلي تمام. امسح ألونها؟ خلاص عايزينها ألوان؟
يعرفش يسرق. لا هو كان سرق ايه؟ ايوه عشان ايه اللي بدل ما خمس ورقات بعد كده احنا كنا قلنا من اهم المشاكل اللي ممكن يبقى معرض ليها مريض الكريتيكال ان هو ممكن بسبب الفنتليتور يحصل له نيمونيا. وزي ما اتفقنا ان كل ما مده البقاء على الفنتليتور ما تقلبيش في الورق كتير، كبري دماغك ومش هرسيك على بره واقول لك انا هخلص لحد فين، خليك كده. كل ما مده بقائي على الفنتليتور بتزيد كل ما المورتاليتي والريسك والخطوره بتزيد لاسباب كتيره جدا. بس من ضمن الاسباب دي ان انا كل ما بقعد على الفنتليتور انا في ريسك ان انا ممكن اسخن في اي وقت بسبب ان ممكن يجي لي نيمونيا. وكده كده طريقه حدوث النيمونيا ممكن تبقى من خلال مايكرو اورجانيزمز جاي من بره او النورمال فلورا بتاعتي. لان انت كده كده طالما انت في اي حته في جسمك طالما انت مدخل حاجه غريبه من بره سهل ان من خلال الحاجه الغريبه دي يحصل ايه؟ عدوى. انت لو الكانيولا قعدت بيها ايام كتير وتلوثت المكان بيورم بيبقى فيه صديد ويحصل عدوى. قسطره بول ممكن تعمل لك عدوى. قسطره متركبه هنا في الشيست ممكن تلقى العدوى سواء من بره او من جوه طالما حاجه غريبه على الجسم. ما بالك بقى بالفنتليتور ان انت جسمك كله انابيب داخله من بره وواصله لمناطق الجهاز التنفسي ومغطيها كله. ممكن مايكرو اورجانيزم من خلال الانابيب دي يخش من بره يستقر في الرئه يعمل لي نيومونيا. وممكن نورمال فلورا من على الجي اي تي عندك من الجي اي تي. الجي اي تي يعني من الماوس للانس يعني ممكن من هنا مش لازم من الاستومك او من الامعاء. من الماوس للانس اسمها جي اي تي. اي نورمال فلورا من خلال الانابيب برضو ممكن توصل للرئه وتعمل لك نيومونيا. وممكن اللي يساعدها على كده ان الاكل اللي بينزل لك بالانابيب يحصل له ارتجاع مثلا، ان يحصل لك نزيف من القرحه، نزيف من دوالي المريء، اي سبب. ما هو النزيف ده هيحرك الدم من مكان لمكان والنورمال فلورا تتحرك معاه. فعشان كده الريسك بيبقى عالي جدا لاي مريض على الفنتليتور ان انا ابقى حاطط ايدي على قلبي انه يسخن فجاه، لانه معرض لحاله نيومونيا بتبقى خطيره ومميته. عشان كده بحاول ان انا اقلل الريسك بتاع حدوث النيومونيا ده بكذا طريقه. يعني مثلا كل شويه لو عرفت اعمل للمريض هيد اليفيشن، ارفع راسه سنه لفوق عشان الايه؟ الارتجاع. لو عرفت كل شويه نعمل مضمضه بالكلور هيكسيدين، مضمضه في البقل كافيتي وده مطهر. لو عرفت ما احنا قلناها في جزء الميد ان انا المريض اللي في العنايه وبياخد مسكنات ومهدئات وادويه بسيطه للعضلات كل يوم بعمل انتربشن دراج هوليدي، كل يوم بوقف الادويه على امل انه يرجع طبيعي. وطالما هو قدر يتنفس طبيعي وقدر وظايفه ترجع طبيعيه هعمل اكستيوبيت اشيل الانابيب خلاص، وده في حد ذاته بيقلل من الريسك. لازم عشان تقلل شوية من النيومونيا تدي علاج اللي خدناه قبل كده ستريس ألسر بروفيلاكسس. وزي ما قلت لك أي أدوية للمريض اللي في العناية المركزة ما أقدرش أقول لك إن ليها بنفيت بنسبة 100%، كلها ليها بنفيت وليها ريسك. وممكن إحنا الاتنين نكون في العناية المركزة وإحنا الاتنين على الفنتليتور وانت تاخد ادويه وقايه للقرحه وانا ما اخدش، لان الريسك عندي اعلى منك، البنفيت عندك اعلى فانت تاخد وانا ما اخدش، فالموضوع مش محفوظ مش حاجه ثابته. يعني انا مثلا بديله ستريس السر بروفيلاكسس اللي هي اصلا غلط، طب بديها له ليه؟ عشان ما يجيلوش قرحه. هتقول لي طب وايه المشكله لو جاله قرحه؟ لو جاله قرحه هينزف ولو نزف هيرجع دم، اهو الدم راجع في اتجاه عكسي.
والدم لو رجع في اتجاه عكسي ما فيه نورمال فلورا وبكتيريا هتخش على الجهاز التنفسي وتجيب له نيمونيا. اذا وجود الادويه كوقايه لمنع حدوث القرحه مطلوب. برضو نفس الكلام بيبقى محتاج الفينس ثرومبو امبوليزم بروفيلاكسيس. انا مش عايز الحركه بتاعه الدم تبقى بطيئه ومش عايز وعاء دموي يتسد. البطء والانسداد في الاوعيه الدمويه هيسمح برضو بتجمع الدم على الجهاز التنفسي وهيسمح بوجود انفكشن او نيمونيا. فدي كلها بعض الميجرز انا بعملها كمحاوله لتخفيف حدوث النيمونيا. بس هيظل الحاجه الاساسيه ان انت مش عايز تجيب لي نيمونيا يبقى تشيلني من على الجهاز. وتشيلني من على الجهاز دي طبعا مش قرار سهل، دي حاجه انا بتمناها، لو حصلت بدري يبقى انا بمنع حدوث المرتبة. طبعا في بعض الاجتهادات، يعني واحد يقول لك ايه؟ انا عشان امنع حدوث النيمونيا من نورمال فلورا، طب ما انا اعمل للمريض جت ديكونتامينيشن. يعني ادي للمريض مضادات حيويه لوكال تقضي على النورمال فلورا كلها. جم يجربوا الموضوع ده قالوا لا بلاش، لان برضه هيبقى ليه درجه ريسك عاليه. طبعا لما الحاله بتاعت المريض تبقى سيئه ما ينفعش اديله مضادات حيويه كوقايه، يعني المضادات الحيويه بتتعبه. والمضادات الحيويه بتتعبه وبتضره. فما تجيش تقول لي انا هديله مضاد حيوي كوقايه عشان ما يحصلوش نيمونيا، فالفكره دي ايه؟ اتلغت، ان انا اديك مضاد حيوي عشان اعمل دي كونتامينيشن. واحد تاني قال خلاص كل الانابيب اللي احنا بندخلها للتنفس وللتغذيه ممكن ابطلها بسيلفر. لان السيلفر زي ما احنا عارفين ليه انتي مايكروبيال اكتيفيتي. بس طبعا لما جم يجربوا الموضوع ده السيلفر غالي. مش كل الانابيب دي عشان تتبطن بسيلفر الكوست بتاعها هيبقى عالي جدا. فبرضه ما بقتش استخدم الفكره دي. دي كانت مقترحات وما بقتش ايه بتستخدم. الحاجه اللي بعد كده في الانتنسيف كير اللي هي النيوتريشن. الكلام على النيوتريشن سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، ان هو مش بيتكلم باستفاضه يعني. بس هو كده كده بيقول لك ان اي مريض في العنايه المركزه طبيعي بسبب تدهور حالته الصحيه بيعاني من مشاكل في الكالوريز والبروتين انتيك. يعني هو كده كده بيكون محتاج غذاء. وخلي بالك كمان ان انا كل ما بتعب لفتره اطول واقعد في العنايه لفتره اطول طبيعي انت كام يوم وبتلاقي البني ادم بقى لحمه على عظمه وما بيتغذاش كويس. يعني كل ما مده تعبي بتطول كل ما السكيلتال ماسل بيحصل لها ايه؟ ويستنج بتشفط بخس. والسكيلتال ماسلز لما يحصل لها ويستنج انت كده هتعرف تتنفس طبيعي؟ مش هتعرف، انت بتتنفس بالسكيلتال ماسلز. الدايفرام سكيلتال ماسل، الانتر كوستال ماسل سكيلتال ماسل، يعني هو اللي بيخلي ضلوعي مش باينه ان في عضلات ما بين الضلوع. لما بخس وبفقد الكتله العضليه بتلاقي العظم باين. بيبقى قدرتك على التنفس بشكل تلقائي ضعيف. فعشان كده بيقول لي ان لازم اي مريض يخش العنايه المركزه ياخد النيوتريشن بتاعته في خلال 24 ل 48 ساعه. لازم. هي مش هتبقى نفس درجه النيوتريشن بتاعت البني ادم الطبيعي، بس على الاقل احافظ على الوظائف الحيويه اللي في الجسم. على الاقل احافظ على الكتله العضليه عشان يبقى في امل ان هو يرجع يتنفس بشكل طبيعي. طبعا من اهم الحاجات اللي بيحتاجها اي شخص فينا ان هو محتاج ايه؟ بروتين. بس البروتين بيبقى بنسب، والنسب دي ممكن تزيد وممكن تقل على حسب حالتك الصحيه. يعني الطبيعي النسبة النورمال من البروتين اللي أي بني آدم فينا بيحتاجها من 1.2 × 10 لـ2. دي النسبة الطبيعية. سيبك مننا إحنا كمصريين، إحنا ممكن نضرب 22 عادي مش أي مشكلة. المريض مثلا لما بيوصل إنه بيكون مريض كرونيك رينال فيلير أو كرونيك كيدني ديزيز عشان نبقى إيه ماشيين بنفس الاختصار،
مريض اللي عنده مشاكل مزمنه في الكلى وبيغسل باستمرار، طبعا طالما بغسل باستمرار يبقى انا الغسيل ده بيخليني افقد بروتينات، فعشان كده بتلاقي الانتاج بتاعه من البروتين بيزيد شويه عن البني ادم الطبيعي، ونبقى 2.5. اما المريض اللي عنده اكيوت كيدني انجل، احنا لسه هندرس في الكلى الكرونيك والاكيوت. طبعا خلي بالك ده مريض بيغسل طول عمره 3 مرات في الاسبوع، فعشان كده الانتاج بتاعه من البروتين بيزيد سنه صغيره عن الطبيعي. اي واحد فينا معرض ان يجيله اكيوت رينال فيلير، خد ادويه نيفروتوكسيك في الاوفر دوز، حصل انفكشن، حصل الرجي. طبعا لما بيجي لي اكيوت رينال فيلير ده عامل زي الكبد، الموضوع ريفرسبل، يعني هخش العنايه يتعمل لي غسيل لمده 24 ساعه، اخرج الكلى بتاعتي بترجع ايه؟ طبيعيه. بس الحاله متدهوره قوي. الحاله متدهوره قوي. فعشان كده لازم البروتين انتيك كتغذيه للمريض يقل قوي. من 0.6 ل 0.8. انا لو كنت مريض كلى مزمن وبغسل باستمرار بس انا واقف قدامك عادي، حالتي ايه؟ مستقره. اسمي حالتي مستقره وثابته على الوضع ده. انما مريض الاكيوت لا، عامل زي الليفر كده لما بيجي له فيروس ايه؟ بيقع. الحاله متدهوره وجايبه اخر لدرجه ان انت لو خدت معلقه بروتين واحده مع مريض فيروس ايه اللي هو الفيروس الاهبل اللي بيروح ده، ممكن الليفر يبوظ ويموت. نفس الكلام مع الكدني، طالما ان الكلى في حاله حرجه في الوقت الحالي وحصل فيليا سريع وقوي في وظائفها، فعشان ما ينفعش اتعبها ولا اجهدها لفتره مؤقته البروتين انتيك ايه؟ بيقل. فتره ال 24 ساعه بس بتاعت العنايه لحد ما اخلص الغسيل وبرجع ازود البروتين بشكل تدريجي، لان المريض المفروض في الحاله دي هيرجع تاني طبيعي او هيرجع نورمال. دكتور، طب هو اصلا هنا في التيتا حزين هو في العنايه بسبب ال، هو هنا مش في العنايه. ده مريض كلى يغسل كل ثلاث ايام في الاسبوع عادي، الحاله بتاعته ايه؟ مستقره. ما بيجيش فيها كده، ما بيجيش فيها حاجه والله. عارفه لو جه فيها هيجي سؤال كومبليت تحفظي الرقم بس. لا ما عنديش فيها كيس، الحاجة اللي بيجي فيها كيس أنا بقولها لك وأنا بشرح وهحل معاك بالفل بس ما تقلقش، لا تقلق، سلمي يا مولاي. ده حالته مستقرة، تمام؟ تمام؟ أهو اللي هو ده الكرونيك ده. مريض كلى وإحنا عارفين إن هو مريض كلى. نفترض إن هو خد مسكنات غلط. هيتحول من ده لإيه؟ لده. يخش العناية، فلازم ساعتها البروتين انتيك إيه؟ يقل. لما يتعالج ويطلع من العنايه هيرجع تاني الاصل، يبقى مريض بيغسل على طول. وانا كبني ادم طبيعي ما عنديش اي حاجه، معرض ان الكلى تتعب. لو الكلى بتاعتي تعبت مش هبقى كده، هبقى كده. اخش العنايه 24 ساعه، الكلى بايظه تماما بس اقدر ارجعها لطبيعتها. يبقى لازم اخف البروتين عليها في وقت العنايه المركزه وبعد كده ارجع ازود. حتى واحنا بنقول لاي بني ادم البروتينات غلط ليه؟ كترها غلط ليه؟ ان كل ما بزود في البروتين بحمل على الكبد، بحمل على الكبد. كل ما بزود في البروتين بحمل على الكبد، بحمل على الكبد. وانت ايه اللي عرفك ان الكبد والكلى هيتحمل او هيعرف يتعامل معاهم؟ فهي دي مشكله بتاعت زياده البروتينات. يعني البروتينات مطلوبه وغذاء وبتاع وتاسيس، بس الكميه المحدوده اللي تناسب جسمك، مش الضرب اللي احنا بنعمله. ساعات الانتيك بتاع البروتين بيزيد زي ما بيحصل في حالات السيفير بير. طبعا انا في الحروق انا بفقد كل حاجه، طبعا ما بتكلمش على حرق ان انا اتلسعت في المطبخ، لا، سيفير بير الحرق العظيم اللي هو بيشمل اكتر من 15% من مساحه جسمك، واحد ولع اتحرق اتفحم، فبيبقى بيفقد بلازما وبيفقد ار بي سيز وبيحصل له هيموليسيز وما بيكونش عنده بروتين اساسا. فبتلاقي في الحاله دي محتاج ان انا اعمل ايه في البروتين انتيك؟ بيزيد، بيصل ل 3 جرام. فهو بيعرفك
ان انا على حسب الحاله المرضيه اللي انت فيها الاحتياج بتاع البروتين بيتغير من رقم لرقم، والارقام دي تتحفظ. خلاص؟ في مشكله؟ انتوا مالكوا يا جدعان في ايه؟ ايه طالعين من المد دي؟ كنا بنولد، ايه طالعين من المد دي؟ ايه والدينه عايزين راحة؟ أوحش كمان؟ لا ده أنا أجيب حلة هنا وأسلق لكم فراخ وبطة بقى. ايه طالعين من المد دي؟ شوية واحد يقول يا مستر لازم من بطن أمي حالا والنبي. ايه؟ الايه؟ لا يا ست لا تطلع عليها سمعة. لا 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 كان حلو والله. اللي فاهم ومذاكر بيحل، صح ولا مش صح؟ لا 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 يا سلام يا سلام. سيدي بلاي سيكشوال؟ اه والله مين الحمار اللي قالك كده؟ لا غلط. انا ماليش دعوه بالكتاب، انا لما شرحت قلت ايه؟ بالله عليك مين اللي بينتقل سيكشوالي من الام للجنين؟ بي ولا سي؟ انا قايل بي في الشرح. استغنيتي عني وبصيتي في الكتاب البسي. سي ما بينتقلش سيكشوال. ما بينتقلش سيكشوال. والا مصر كلها يبقى عندها فيروس سي. نعم. لو اللي هو اشهر حاجه اشهر ليفر ديزيز. ايه؟ اشهر ليفر ديزيز. اشهر سبب. اه سي سي سي. الكحول. لا فيروس مش حرام؟ ورلد لا على مستوى عالم الكحول افتكرت في مصر يبقى فيروس سي. انت عارف احنا مصر فيروس سي كلها وشعب متدين ما بيشربش كحول، انما على مستوى العالم الكحول مستوى العالم اه كحول، بس هم الكحول عادي بالنسبه لهم ما عندهمش فيروس سي، احنا اللي عندنا فيروس سي بس. على مستوى مصر فيروس سي هو السبب الرئيسي. ايه ده؟ طلعين لي الامتحان كان كويس والله، المادتين كانوا كويسين هما بيتدلعوا والله ما في حاجه صعبه. بطل دلع بقى شويه. ايه ده؟ ايه ايه اللي كان وحش؟ لا ما كانش وحش والله، ما كان وحش والله، ما كان رجل. ايه ده؟ يا يوم ما طلعت لي اصعب سؤال. الفيروس اللي بينتقل سيكشوالي وعن طريق اللفظ بي ولا سي؟ يعني هي دي هي دي اللي جت في دماغك يا دكتور؟ جت حاجات تافهه احنا ما ركزناش عليها. ده ايوه غلط. عند مين؟ وانا كتبت على الجروب قبلها بيومين ذاكروا مذكره واحد عشان ما تلمسوش بتاعت المقدمه. كتبتها ولا ما كتبتهاش؟ كاتبها انا ليه بقى؟ بيذاكروا من نفسهم، بيقول لي حاجات ما ذكرناش وما ركزناش عليها. ايه يا فندم؟ سكور مال؟ تربيتها. اه قال في حاله كده ديت سكور. ايوه جابتها اللي هو ايوه هي فيشال اكسبريشن. تاخد كام بوينت؟ 0 1 2 3 4 جسس كده في بين ماشي فوق الستة عادي. لا أربعة ده الحالة الأولى بس. يا دكتور بس يعني لو كان هو حاجة واحدة بس. اه بياخد سكور كام لو كان فيه جرامايس بس؟ اه مفيش حاجة واحدة من الأعراض مش كلها. اه ياخد سكور كام؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه؟ لا مش هاخد. مش هاخد. ايه ده؟ عادي مفيش ايه؟ الاطفال. اه انيرا انيرا.
طيب النيوتريشن او التغذيه عندنا في الانتنسيف كير يونت، خلاص احنا اتفقنا ان هي لازم تبدا في خلال 24 ل 48 ساعه. التغذيه زي ما احنا عارفين هتبقى كام نوع؟ اكيد اتنين، مش هدخله اكل من ودان، يعني يا انترال عن طريق جي اي تي، يا بارنترال عن طريق الانجكشن، هما اتنين. فهو بيبدا يكلمك على الانترال نيوتريشن، ان انا هبدا ادخل فلويدز وهدخل غذاء من خلال تيوبس بسميها جاستريك تيوبس وتوصل للجي اي تي. طبعا انت عشان تدي انترال نيوتريشن لازم تكون الجي اي تي شغال، يعني ما فيهاش عطل وما فيهاش شل، ولازم المريض يكون يعني حالته الى حد ما يعني معقوله، مش بيعاني من مال نورشمنت. مال نورشمنت يعني سوء تغذيه، يعني ما يكونش المريض مثلا عنده جفاف او عنده هبوط او عنده ضعف قوي قوي واديله الغذاء انترال، اكيد هيبقى محتاج ان الموضوع يبقى اسرع شويه واديهوله بارد. فانا لو هدي الغذاء عن طريق الجي اي تي لازم الجي اي تي تبقى شغاله ولو بدرجه بسيطه، يعني ما فيهاش شلل مثلا، ولازم كمان المريض يكون لا يعاني من مال نورشمنت، سوء تغذيه. كمان الموضوع هينفع لو المريض ماشي على لو دوز من الفازوبريسورز، مفيش مشكله. هو اساسا لما المريض في العنايه المركزه بيكون بياخد فازوبريسور ما بحبش اديله الغذاء انترا. ليه؟ عشان الفازوبريسور ده سمباثيك، الجي اي تي ما بتبقاش شغاله، البلاد سبلاي اللي رايح لها بيكون قليل، الاوعيه الدمويه بتاعتها بيبقى فيها فازو كونستريكشن. اما لو كان الفازوبريسور جرعته قليله وبسيطه مفيش مشكله ان انا ادي التغذيه ايه؟ انترا. طب التغذيه اللي انا هديها امتى؟ الافضل ان هي تبقى من خلال الانبوبه الواصله للمعده ولا الانبوبه اللي واصله للامعاء؟ يعني التغذيه تبقى جاستريك ولا بوست بايلوريك؟ بوست بايلوريك اللي هي الديودينال يعني واصله للامعاء. طبعا هو اكيد بصفه عامه الافضل هيبقى مين؟ بوست بايلوريك، لان انت كل ما بترمي الغذاء بعيد كل ما نسبه الارتجاع هتقل، ان انا ببعد شويه عن الجهاز التنفسي وعن الانابيب بتاعه الفنتليتور. عشان كده بيقول لي والله لو الوصله او الانبوبه بتاعه الديودينال نيوتريشن جاهزه اشتغل ديودينال، الوصله مش جاهزه ممكن اشتغل ايه؟ جاستريك عادي. بس في حالات انا مجبر فيها ان التغذيه المعويه تبقى بوست بايلوريك ديودينال، في حالات انا مجبر ان انا اركب لك الانبوبه بتاعه الديودينال. امتى؟ نفس السبب، لو المريض ماشي على اينوتروبكس اللي هي الفازوبريسوس، المعده مش هتبقى شغاله قوي وكفايتها مش هتبقى عاليه، فبحذف على طول على الامعاء. لو المريض ماشي على ادويه باراليتكس، يعني واخد ادويه باسطه للعضلات بجرعات كبيره، ما هي معدته هيبقى فيها شلل، مش هتعرف تنقبض، مش هتعرف تنزل الاكل اللي تحته وتهضمه، فهحذف على طول على الديودن. لو المريض معدته تعبانه ومش بتتحمل او مش بتستقبل اي فلويدز واي تغذيه، اي فلويدز بنزلها للمعده بترفضها، المريض بيتعب ما بتقبلهاش، خلاص يبقى هحذف على طول على الديودن. لو المريض اصلا في ريسك عالي لحدوث الريجيوريجيتيشن الارتجاع، يعني المريض في السوباين بوزيشن 24 ساعه نايم على ظهره ما بيقعدش مش عارف ارفع راسه لفوق، طالما في ريسك عالي لحدوث الارتجاع خلاص يبقى انا الافضل ان انا اديله الغذاء بتاعي بوست بايلوريك او ديودر. دي خلاص شروط ما ينفعش معاها التغذيه الانترال غير ان هي تكون بوست بايلوريك. في نوع تاني من التغذيه هيبقى بارنترال،
دايما كل الجايد لاينز وكل الدراسات اثبتت ان انا لو عرفت اعمل بارنترال نيوتريشن مع انترال نيوتريشن الاثنين مع بعض، ده بيفضل اكتر من البارنترال بس، يعني كتغذيه وككفاءه علاجيه وكاستفاده. اغلب حالات العنايه المركزه هيكون مفضل ان انا اعمل كومباينيشن ما بين الاثنين، بارنترال مع انترال افضل من البارنترال لوحده، بالذات مثلا في اول اسبوع من حدوث السبسس. في اول اسبوع من حدوث السبسس لقينا ان النتائج كانت افضل كصحه وكتغذيه لما عملت بارنترال مع انترال وما عملتش بارنترال بس. في حالات برضو هتقابلني مش هينفع فيها انترال نهائيا، يعني خلاص انت مجبر ان انت تدي بارنترال بس، هو الافضل بارنترال مع انترال، والافضل في الانترال بوست بايلوريك بالذات في الظروف دي. بس في حالات ما ينفعش فيها انترال خالص سواء جاستريك او بوست بايلوريك. زي ايه؟ النقط دي مهمة. واكيد مش هينفع انزل لك تغذيه للجي اي تي، يبقى اكيد الجي اي تي فيها مرض فيها خلل اكيد يعني. فممكن يكون الجي اي تي فيها ريسكشن، احنا عاملين استئصال لجزء منها، ما هتشتغل ازاي. ممكن الجي اي تي يبقى فيها اسكيميا، ممكن الجي اي تي يبقى فيها اوبستراكشن انسداد، ممكن المريض يبقى عنده مشكلة في الجي اي تي وهي حالة مال ابزوربشن، عنده سوء امتصاص، الحاجة اللي بتنزل الجي اي تي ما بيحصل لهاش امتصاص وما بتشتغلش وما بتديش تأثير. ممكن المريض يبقى عنده انتيرو كيوتينيوس فيستيولا. خدنا كلمة فيستيولا قبل كده اللي هو النصوص، قلنا لما تو تيشوز يفتحوا على بعض او يحصل ما بينهم اب نورمال كونكشن ده اسمه نصوص. فانت هنا دلوقتي عندك الجي اي تي بتسرب سوائل لتحت الجلد فسميناها انتيرو كيوتينيوس فيستيولا. الجي اي تي بتسرب للطبقات الدهنيه اللي تحت الجلد، خلاص يبقى انا هبعد عنها خالص لحد ما اعالج مشكله الفيستيولا. ممكن المريض اساسا يبقى هيمو دايناميكالي انستيبل، يعني المريض عنده حاله جفاف او سوء تغذيه شديده ومعدته مش شغاله تماما، خلاص يبقى افضل حاجه اديها بارنترال. دي شروط مهمه ما ينفعش ادي فيها التغذيه انترال نهائيا خالص، لازم تتاخد بارنترال. وحاجه بالعقل، لما اجي ادي التغذيه بارنترال من خلال القسطرة، الأفضل إن أنا أنزل الفلويدز دي بريفرال فين ولا سنترال فين؟ سنترال فين، عشان يتحمل كمية الفلويدز وعشان ما يحصلش تسريب وعشان ما يحصلش مشاكل، فدايما أعتمد على سنترال فين. وبيقول لي دايما عشان العدوى وعشان المشاكل ما تخرفش، القسطرة أو الأنبوبة اللي أنت بتستخدمها للتغذية ما تستخدمهاش لحاجة تانية. ما ينفعش نفس الانبوبه بتاعت الغذاء ادخل منها ادويه او ادخل منها كيميكالز او اسحب منها عينات او استخدمها لاي غرض، لا، هي الانبوبه بتاعت التغذيه للتغذيه فقط. الحاجه الثانيه، ما انا من ضمن الغذاء اللي بديهولك بارنترال اكيد انت بتاخد جلوكوز، واي بني ادم هيمشي على جلوكوز لفتره طويله لازم كل شويه اعمل مونيتورنج عشان اشوف هيحتاج انسولين ولا لا. خلي بالك مريض السكر لما كان السكر بيعلى عليه وبديله انسولين، دي خدناها في الجزء الاولاني، كان بعمل مونيتورنج للبلاد جلوكوز كل ساعه لساعتين. ده مريض السكر اللي حصل له سيفير هايبر جلايسيميا. اما اللي بياخد السكر كغذاء يلخبطك في الارقام، من 4 لـ6 ساعات، من 4 لـ6 ساعات هعمل مونيتورنج للبلاد جلوكوز ليفل عشان اطمن وما اسيبش السكر يعلى قوي، لان ممكن يعلى قوي وابقى محتاج انسولين، فلازم كل شويه اقعد اتابعه. انما انت بدي انسولين لمريض سكر عنده هايبر جلايسيميا
وبتتابع البلاد جلوكوز ليفل ده بيبقى كل ساعة أو ساعة. تمام؟ أربعة ستة. خلاص ما أنا هتضرب.